مرحلة غادي نستقبلوا سكينة من خري بقى صباح النور يا سكينة. صباح النور. كدير لالا لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. اش خبارك والصحيحة وجربتي شي شهيوات من هادشي اللي كيعطيو السيدات ولا مازال؟ لا مازال الساعة. مازال لالا وماشي مشكل دابا هذا الصيف خذي راحتك ولكن فاش سالي العطلة خصك توجدي وتعطينا وتقولي لنا كي داز كي داز هاد الفترة هادي وشنو وجدتي وشنو ما وجدتي كسكينة. ان شاء الله. ان شاء الله. نعم لالا شنو موجدة لنا اليوم؟ عندي دابا واحد المقراط. يلا. ثلاث كيسان سميدة رقيقة غير قبل ما تواصلوا أنا وياك حاولي تبعدي على الراديو ولا تنقصي منه باش نسمعوك حنا بشكل واضح ما نعاودوش نسمعوا الصوت مرتين. يلا ثلاث كيسان ديال سميدة رقيقة. كاس زبدة دايبة قشور ليمونة نصف كاس ماء نجمعو بيه ديال الماء ديال الماء اييه معلقه ديال المزهر شويه القرفه وشويه الملح واخا نجمعو نخلي ترتاح 5 دقائق خمس ترتاح صافي 5 دقائق مسكينه ماشي بزاف ديال الوقت للراحه انا غنخلي المقادير بعدا سكينه لا باقا ما كملتهمش مازال واخا في رابعه ديال التمر ورابعة جنجلان يتبخروا حتى الزنجلان عندك الطريقة؟ لا كملي لي بعد المقادير صافي هادشي يلا ونعاود لك المقادير كاملين عاد تعطيني الطريقة إذن هذا مقروط خريبكي هذا ياك يلا لالا مقروط خريبكي من عند سكينة كنحتاجوا له 3 الكيسان ديال السميدة رقيقة كاس ديال الزبدة مذوبة قشور ديال الليمونه نص كاس ديال الماء معلقه ديال المزهر القرفه الملح هادشي كنعجنوه وكنخليوه يرتاح 5 ديال الدقائق والحشوه كنحتاجو 4 ديال التمر وربعه ديال الزنجلان هادو كيتبخروا ياك يلا الطريقه غنشدو العجينه ملي غترتاح نسرحوها على شكل خبزات والتمر تاوع على شكل خبزات ونحطو وحده فوق وحده ونلويها اييه ونقطعوها بمعنى بلاتي دابا شكل خبز دونك غير وحده يعني كنديروا خبيزه ديال العجينه كنديروا وحده ديال العجينه وحده ديال التمر وكنلوي ولوي 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 وكنقطعو كتقطعها بشكل مقروط كنخليوها حتى ترتاح شويه عاوتاني في الثلاجه ولا مباشره كنقطعو لا مباشره كنقطعوها ما كتكرفش العجينه ولا كت لا كتقرطبها يلا ونرمي من بعد كترميها في الزيت من بعد ما تقرا كديريها في العسل وسهلة هذه يعني تف بالنسبة للناس مازال كتوجد في أقل ما هي إيه لا لا والله لا برافو لك نديروها على شكل الخبزات ياك وحدة فوق وحدة ونلوي ونقطعو ونقليو في الزيت مباشرة ونطفيو في العسل من بعد ما تقرات التمر ديال في العسل ضروري لأن يعني داك العسل هو اللي كيعطي ديك عاوتاني ديك النكهة ديالو كيلدد لنا هاد المقروط تبارك الله عليك سكينة مشكورة على التواصل ديالك معنا وان شاء الله تبقاي صديقة وفية للبرنامج اللقاء المفتوح لانتي لجميع المستمعات والمستمعين اللي انضموا لنا دايما على امواج الاذاعة الوطنية اجمل تحية لكم من طاقم البرنامج اللي شرف على طبعا ايصال هذا البرنامج الى مسامعكم ديوران في الهندسة الصوتية نوال جعفري في الاخراج نعيمة بن شرف